أمة التعافي وما حصل اليوم بعد الانتخاب والظهور الذي به الشيخ نعيم قاسم الذي كان قد أكد قبل إعلان استشهاد السيد هاشم صف الدين أنه حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية ستنتقل إلى مرحلة الإيلام وكان تنفيذها سريعا، هذه الضربات الأخيرة والموجعة إلى الصهاينة مع فشل كل ما أرادوا تحقيقه هي التي دفعتهم إلى أن يتحدثوا بخيارات مرة والقبول، وأيضا هي التي دفعت أمريكا بشكل أكبر إلى أن تطرح مبادرات أو اقتراحات لمفاوضات، وإن كنا نعتقد بأن أمريكا لا زالت هي المشتركة في هذا الإجرام الصهيوني، وحتى ما تطرحه من حوارات أو مباحثات أو مفاوضات هو لاستنقاذ الكيان أو محاولة كسب وانتصارات بالمفاوضات عجز عنها العدو بالعمل الإرهابي وبحرب الإبادة. هذا كله بالمتغيرات الأمريكية والإسرائيلية هو بثبات وبقدرة وأيضا باستمرارية المقاومة الإسلامية وباستمرارية محور المقاومة.